تأتي مشاركة قطر بتوجيهات من سعادة الشيخ المياس بن محمد آل ثاني رئيس مجلس أمناء متحف قطر. بدأنا الإعداد لهذا المعرض من طبعا فترة ليست بالقصيرة، تعاوننا مع اللجنة الأولمبية القطرية في هذا المجال، وكذلك اتحاد ديبي كورتيان مؤسس الحركة الأولمبية في العالم وأول رئيس للجنة الأولمبية الدولية، والذي أمضى أكثر من 29 عاما كرئيس لهذه المؤسسة الرياضية. قمنا بترجمة كتاب سيد بيير دي كوبرتيان إلى اللغة العربية، وهذا طبعا لإثراء المكتبات العربية الرياضية، ولله الحمد اللجنة الأولمبية الدولية أثنت على هذا العمل، كون أن اللغة العربية دخلت في اللغات الرسمية في الاجتماعات اللجنة الأولمبية الدولية. مع هذا المشوار طبعا تجني دولة قطر ثمار مشاركتها في الدورات الأولمبية. المتحف ليس فقط لزيارة مقتنيات، ولكن هذا المتحف مكان لإبراز وإنشاء جيل مثقف ويعلم يعني تمام العلم عن المقتنيات، عن تاريخ الرياضة في العالم. متحف قطر الأولمبي 3-2-1 منارة من منارات الثقافة في دولة قطر، وقدرنا يعني بتوفيق من الله ودعم من سمو الأمير الله يحفظه في إنشاء هذا المتحف ومد جسور التعاون مع اللجان الأولمبية واللجنة الأولمبية الدولية، وهناك تعاون وثيق مع اليونسكو مع الصحة العالمية من خلال وزارة الصحة القطرية ووزارة التربية والتعليم القطري وكذلك الاتحادات الدولية. قطر اكتسبت ثقة هذه الاتحادات باستضافة العديد من البطولات، وآخرها بطولة كأس العالم 2022، والذي سوف يكون نبراسا للأجيال القادمة.